أريام علي الفنانة الجميلة، مرحب فيك. أهلا وسهلا علي. اي والله انت بتختفي وتروحي وبتجي. لا والله انت اللي اختفيت مع كورونا، جت كورونا اختفى علي، العالم كله اختفت يعني العالم، بس الحمد لله هي عم نحاول وان شاء الله الحياه عم ترجع وبترجع إن شاء الله. احسن إن شاء الله. كيف تفاؤلك هلا طبعا بعوده الحياه اكسبو والاجواء المحيطه يعني لهيدي الاجواء؟ اول شيء انت عارفني انا دائما متفائله ودائما ايجابيه سواء شو ما كانت الظروف، الحمد لله يعني. لكن طبعا الحمد لله أكيد نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر قادتنا على أنه الحياة الحمد لله بدأت ترجع سبحان الله، يعني مع إكسبو الحدث العالمي يعني صايرين نحس أن الحياة صارت طبيعية بأمانة. فإن شاء الله يعني يكون شيء خير يعني بإذن الله، القادم أجمل دائما إن شاء الله بإذن الله. وحضرتي أغنية ونزلت أغنية جديدة لك، خبرين عنها. كانت أغنية ضحكتك اللي تعاملت فيها أو تعاونت فيها مع الفنان الرائع علي صابر، والحمد لله يعني كانت أصداء جميلة لأني غنيت فيها صراحة اللهجة العراقية اللي أنا من عشاقها ومن جمهورها، فالحمد لله كان تعاون جميل. وفي مستقبلا إن شاء الله في تعاون أيضا رح يجمعني فيه مرة ثانية. أغنية عراقية أول مرة بتغني عراقي؟ هي تعتبر أول مرة. أي رسمية. أيوة. كيف كانت عليكي أول؟ بتجنن. أنت عارف كل صديقاتي أغلبهم عراقيات، فالعراقي بالنسبة لي حلو وبعتبرها بيضة ومفهومة، يعني ما فيها كلمات صعبة أو أنه تكون صعبة على الناس أنه يفهموها أو يسمعوها أو يستوعبوها. صابر ما شاء الله كمان هلأ يعني حتى أنظار النجمات والنجوم أغنية أغلبيتها كلها داربي يعني. صحيح ما شاء الله عليه، وأنا أساسا يعني من عشاقه ومن عشاق صوته وألحانه، وهذا اللي خلاني فعلا أسعى أني أتعامل معه وأكرر هذا التعاون. أريام يعني أنت لحالك أنت عم تشتغلي وما زلتي لحالك، ما أنت ميتي إلى شركة أو شيء؟ لا. لماذا؟ من غير لماذا، أول شيء يعني أتوقع يعني عشان نكون صريحين، أولا حاليا ما في شركات، يعني إذا تحصل جهة وأنا ما رح أروح أدور على جهة، ومعروف عن أريام عمرها ما انتظرت حد يسوي لها شيء الحمد لله. فأنا كل فترة قاعدة أني أنا أنتج أغنية، تواجد وحضور والحمد لله نجاح وكل شيء قاعدة أسويه بفضل من الله سبحانه وتعالى يعني لحالي، فما انتظرت حد يسوي لي. وفي السابق لما كان في عقود كانت العقود أوريدي كنت أنا أريام، فما يصير أنه تكون عقود مبتدئ. ما بتحسي انه هيك صعب على الفنان؟ جدا عارفة ضلوا متواجد وتعرف الاغاني بتكلف يعني مش سهل. صح ويمكن قبل الناس كانت بتجامل في الشغل، الحين ما حد بيجامل في الشغل، فكل حد ياخذ حقه وما في. طب يا أريام يعني في فنانات طلعوا بعدك سبقوكي واخذوا مكاني واخذوا حضور، يعني انت شوي اثرت عليك خليتك يعني تتراجعي نوعا ما؟ شوفي انا لا انكر هي اثرت، لكن لا تقول انها تراجعت، لانه انا ستيل نفس ما انا ومكانتي ووضعي وفني ستيل نفس ما هو. قلت لك انا موجوده وقاعده، احنا تعرف احنا دائما في الفن انه انت مجبور ان انت تصارع وتواكب اللي قاعد يصير. يمكن ابطا انا شوي، ما راح انكر هالشيء، اكيد الواحد لحاله ايد واحده ما تصفق، لكن عادي اللي مشى مشى واللي كمل كمل واللي نجح نجح، الله يوفق الجميع. يعني لا عمري شفت حد وقلت ايش معنى ولا قلت هذه ما ادري شو راح يصير، لا ولا في دماغي، لاني انا اغني عشان مزاجي وعشان فني وعشان عندي ناس تحبني، فقاعده اقدم كل فتره شيء انا احبه ومقتنعه فيه، اني يعني انا اكون موجوده بين الايادي. يعني طالما انت موجود ترى كيف اقول لك، يعني عندك أغاني تنحط على إذاعة، عندك في اليوتيوب، عندك مثلا في الحفلات وفي المناسبات الوطنية، ما يصير أنك تقعد في البيت وخلاص أو أنا أقول ينجيني الشغل، لا أنا أحاول أني أنا متواجدة، يعني عارف أحاول أنا أمشي العجلة ما أنتظر شيء. فالحمد لله ما أنظر لأي حد شو عمل وشو ما عمل، طالما أنا مقتنعة بخطواتي وعارفة أنه الواحد لما يكون لحالة شوية بيكون أبطأ، بس still it's me. أنا دائما أشوف نفسي شيء كبير، ومش غلط الواحد يشوف نفسه كذا، لأنك كذا راح تظل نظرتك راح تظل أنت شي فوق شو ما صار، مين إجا بعدك أنت عارف شو مكانتك وشو أنت خلاص فعادي. طيب الفنان يعني لما بيكون مثلا له تواجد مثلا بالحفلات والمناسبات والأعراس وكذا، كان في عصر ذهبي يمكن لأريام بوقت من الأوقات، حياة الشيخ زايد الله يرحمه. حياة الشيخ زايد الله يرحمه.
هي العصر الذهبي طبعا طبعا لن أنكر ولا أستطيع الإنكار طبعا طبعا معروف إنه هو اللي سماكي أريام. أي نعم أي الله يرحمها. أي فهذه بصمة يمكن هي اللي مخلية أريام أريام إلى حد الآن، عشان كذا أقول لك أنا عارفة نفسي شو، فيمكن هذا الشيء اللي مكبرني لين ما أموت راح أظل مثل ما أنا كذا جوهرة. طيب أريام، يعني الأغنية كيف حققت نجاح؟ هذه الأغنية العراقية مشاهدات هلا طبعا كلها لأنه على اليوتيوب على المشاهدات تقاس الأغنية. أدخل الحين على اليوتيوب، يعني أنا صراحة آخر فترة لما نزلت هي فيها كانت محققة تقريبا في أول أسبوع يمكن مليون أو مليون وشي مشاهدة، which is nice الحمد لله. يمكن الحين زادوا الله أعلم إن شاء الله، بس بالعكس الحمد لله لقيت أنه في إطراء وثناء يعني عليها، which is وايد شيء أسعدني. يعني أنت هلأ عم يعني تجتهدي وترجعي ويكون لك حضور أكتر، يعني عم بتحاولي تجتهدي أكتر من الفترة اللي مضيت. إيه أكيد أكيد. شو الأغاني اللي عم تحضرينهم غير الأغنية العراقية؟ الحين الأغنية اللي نزلت، الحين قلت لك بدي أكرر، في تواصل بيني وبين أستاذ علي صابر لتجهيز أغنية ثانية، في تواصل مع الشاعر علي المهيري اللي أجهز أغنية لليوم الوطني والخمسين للإمارات. فقاعدة هاي الفترة حابة أني أجهز مش بس واحدة، يعني أجهز مجموعة وأنزل منهم كل فترة شيء. هذا أحس أنه أفضل، يعني أنك تسوي كل شيء مرة واحدة وتكون عارف أنت شو قاعد تجهز وتنزله من وقت إلى آخر حتى تكون متواجد دائما. يعني أتمنى لك كل التوفيق. خليلي ياك علي، شكرا جزيلا. Thank you. نجوم يا نجوم، عودا حميدا، الحمد لله على السلامة، وحشتونا قد الدنيا. كنت داعم رئيسي في مسيرة كل فنان إماراتي في الإمارات حقيقة، لن أنكر ولا أنكر هذا الشيء. فعودا حميدا، وأحبكم كثير، أحبكم قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب ترجعون نفس أول وأكثر، وتظلوا تدعمون الفنان الإماراتي. I love you.